السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ مساء الخير وصباح النور حسب الدوله فين راكي فين راكم، لان معنا حتى رجال مشاهدين. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. انا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي كتعجبني وبغيت نبارطاجيها معكم. لهاد الوصفه كنحتاجو واحد الراس تاع البروكولي اللي غيكون مقطع بهذه الطريقه، يعني ما غاديش نخليو له هذا الريوس ديالو، نقطعوه قد هكذا، وداكشي الاخر اللي بقى نخليوه نديروه في لاسوب. بغينا نديرو شي صبه ولا شي حاجه نزيدوه فيها. اذا كنحتاجو لهاد الوصفه واحد نص بصله حمراء مقطعه هكذا مشلضه رقيقه، تنحتاجو 90 غرام ديال، انا عندي القرقاع، هي نورمالمون خصك الباكان، انا ما عنديش، درت القرقاع. تنحتاجو 70 غرام ديال هذا التوت البري اللي هو اللي كان بيرج. كنحتاجو هذه الزريعه ديال نوار الشمس ولا عباد الشمس ولا كل واحد اش تيسميه، 50 غرام. تنحتاجو واحد التفاحه، تنحتاجو لهاد الشيء كامل، غنحتاجو هاد لاصوص اللي غادي نوجدو دابا ونرجع ليكم نعطيكم المقادير تاع لاصوص. اذا لاصوص اللي قلت لكم اللي درنا فيها جوج معالق تاع المايونيز وجوج معالق تاع لا كريم سيغ ولا يوغور الزبادي اللي كتسميو الزبادي الطبيعي، وتنحتاجو ملحه حسب الذوق، دائما تبقى تذوقي وتيبان لك شنو بغيتي تزيدي. كنحتاجو البزار، تجي هاد لاصالاد كتجي زوينه كتجي ممتازه صراحه. كنحتاجو جوج معالق كبار نتاع الحامض، تنحتاجو جوج معالق كبار د الحامض، وتذوقي تيبان لك الا بغيتي تزيدي تزيدي حسب الذوق. انا غنزيد واحد شويه، وتنحتاجو جوج معلقات ديال العسل. انا ما غاديش ندير العسل لان بغيتها هكذا تجي حامضه، ديجا كاين فيها التفاح، اذا وجوج معلقات ديال العسل. اسهل سلاده ممكن ديريها توجديها في ساعه، كتوجد بالزربه وتاكلي البروكولي خضر، ما بقاش نسلقوه دائما، وحنايا المغاربه كنبغيو نسلقوه بزاف، واخا هو راه تيخصو السليق غير جوج دقائق، واحد خمسة دقائق لا اقل ولا اكثر، ولكن ولفنا هكذاك. وتذوقي وتيبقى لك ذوقي، تشوفي الا خصك شي حاجه كتزيديها. اذا كنضيفوا هادشي، واللي بغى لاصوص كثيره كيزيدها، ونرجع لكم. اذا البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الشلاضه ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا، صراحه تجي ممتازه رائعه. شوفوا الالوان ديالها مع التفاح، ما نقولكمش مع داك القرقاع. نسيت قبيله يمكن ما قلت لكم بان القرقاع كنحمروه، ولا لي باكان اللي كان عندكم تنحمروه، كتجي على هذا الشكل هذه. نتمنى انكم تجربوها وغادي تعجبكم بزاف، وطريقه باش تاكلوا الخضره مزيانه، يعني صراحه تجي زوينه. بلا ما نشكركم راسي، ما تنساوش تابوناو معنا، لي كومونتير ديالكم تنقراوهم كاملين، وتنردوا على الناس، وتنشكروا الناس كاع اللي يجربوا لا غوسيت ديال الكفته ديالنا ديك السيمانه الفايته الفيديو الاخير، وتنتمنى وعجبتهم صراحه. انا يدي تري بون كومونتير على ديك الكفته، وحتى دابا نتمنىكم انكم تجربوا هاد لا سالاد كتجي ممتازه، وبالصحه والراحه.